ببركة غبطتي بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بسيامة عيسى حداد شماساً جديداً للخدمة بوضع يد سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وذلك خلال خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي. وفي كلمته أكد سيادته أن من أراد أن يتبع المخلص يسوع المسيح عليه أن يحمل صليبه ويكون وفياً للخدمة بكل أمانة وورع. بدوره أكد الشماس الجديد أنه سيكون على قدر المسؤولية وسيبذل كل جهده ليكون جندياً أميناً للمسيح ويسعى لخدمة وخلاص النفوس. وبعد مراسم الصيام تقبل الشماس الجديد التهاني من الحضور. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه. هاي اللحظات هي لحظات مهمة في حياتك، لأنه بعد قليل رح تتسلبر بنعمة الروح القدس. هاي النعمة اللي في هاي الأيام نحن منستعد إنه نعيشها بالعنصرة بعد ما عشنا خميس الصعود، أيام مقدسة في حياة الكنيسة بعد الفصح ما بين الصعود والعنصرة. وبهاي الأيام المقدسة والمباركة تيجي صيامتك الكهنوتية وعنصرتك الشخصية. قديسك اللي من هاي اللحظات رح تحمل اسمه اللي هو القديس نكتاريوس، هذا القديس اللي هو أحد أعظم قديسي عصرنا، هذا القديس اللي عانى كثير في حياته والله مجده. هذا الاسم بحملك كمان مسؤولية أكثر حتى تقدر إنك تكون زي قديسك القديس نكتاريوس، وبالتالي تقدر حياتك الكهنوتية تكون حياة مليئة بالثمار الروحية والخدمة لمجد ربنا وخلاص النفوس. يا ابني تقدم حتى تنال نعمة الكهنوت، تقدم حتى بشفاعة أمنا الفائقة القداسة والقديس نكتاريوس والقديس إيساكيوس إسحاق رئيس دير الدلمطيين، إنه اليوم بشفاعتهم ربنا يحميك ويحرسك كل أيام حياتك.